اخبار ايه اللعيبه المصريين المحترفين في الخارج؟ وكان حضرتك على وجه الخصوص كنت بتتكلم ان في دعوات ليهم بشكل مباشر، اخبارهم ايه في المعسكر؟ في انا اكتر من 25 لاعب محترف جبته. 25 طبعا لاعب. ده انا بدور يعني كل مصر خارج مصر، يعني اي تليفون بيجي لي بعت لي بياناتك النادي مقيد، خد بالك ماتشاته وعلى طول راح اجيبه على طول. فاكتر من 25 يعني شفتهم، واي لعيب كويس بيثبت جهوده وبيتصل بيا بجيبه فورا، وانا عندي استعداد. يعني البطوله تاجلت شهر، بس انا اديت مهله نص تسعه ومديتها لاخر تسعه لاي لعيب محترف عاوز يجي. في لعيب مظهر يعني كان اتكلم مع حضرتك وقلت له هتابعك. ايه كان عندنا هنا في البرنامج بتابعه طبعا ومعاه على طول بالتليفون. لسه الاسبوع الجاي ما هيروح نادي، لما يروح نادي حاضر. قلت له بس هو انا مش مقصر معاك خالص. يعني حضرتك دلوقتي اللي بتتكلم كل طبعًا. اسبوع طبعا ما ليه؟ لان مصلحتي يا كابتن هاني واحده، طبعًا لما اجي لعيب محترف تقيل وكويس واخد بالك ويقدر يكمل. اقول لا ايه حضرتك وصلت ايه اللي حضرتك وصلت له مع اللاعب؟ وصلت له انه لسه قال لي اخر حاجه المنسق الاعلامي قال لي انه هو كلمه قال له انا عاوز اجيبه، على عاوز الكابتن يشوفه عشان يجيبه. مش قلت له لا، انا عشان اشوفه لازم يجي معايا مده اسبوع على الاقل في المعسكر، اقل حاجه طبعا، والعبه ماتش ودي طبعا، انما انا اشوفه في الفيديو وخلاص. وبعدين يا سيدي انا عندي استعداد معاه بس يجي، فما فيش مشكله عندي خالص. لو يجي يشرف، حتى البطوله تاجلت شهر، يمكن فرصة يجي في اي وقت وانا في انتظاره واخد بالك. ويهمني منتخب بلدي، يهمني الفرقه، ويهمني لو في ولد بره كبير وناضج وكويس ويلعب يجي انا وسهلا. فمش مقصر خالص، مكسب لمنتخب مصر طبعا في اي وقت يشرف. اكيد المهمه الوطنيه.